Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان كان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين قد تفاف يتم لا عليه بورة وأزيلا كل عجل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إلي كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا كل ذلك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون كانت لهم جزاء ومزيرا ولهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسعولا ويوم يأسرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا وأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم أضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه على عذاب كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون
يعرسون في الأزواج وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مخجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجلناه وباء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا والملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعذ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني ألم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونزيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يعدونك بمثل إلا جعلك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضلهم سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أهلكناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وآد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثل وكلا دبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسوا أفلم يكونوا يرونا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي أبعث الله رسولا إن كان يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخم أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم
قد أسبوا عنا أجرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو ثاء لجعله سكينا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا قبضا يسيرا وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدا ميتا ونساقيه مما خلقنا وأناسي كثيرا ولقد شرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كبرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا وهو الذي مرق مرج البحرين هذا أدب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مخجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسعرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من يشاء من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنساجدوا لما تأمرون وزودهم نفورا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمثون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
الناس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لما يخروا عليها ثم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون إذ يجزون الغفور بما صبروا ويلقون بها تحية وسلاما خالدين فيها حسنوا حسنة مستقرا ومقاما قل ما يبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.